أسعد الله أوقاتكم متابعي المنصة التربوية السورية، معكم المعلمة سبا عامر من تربية ريف دمشق من وحدة الشهيد ربيح أنيس داود المختلطة في مدينة جرمانة. ومعي أبطال الصف الثاني سوف نقدم اليوم إن شاء الله درساً ممتعاً في مادة العربية لغتي في مجال أكتب كلماتي. فلنتعرف إليكم يا أبطال، تفضلي. الرفيق الطليعي يوري زبار. تفضل. الرفيق الطليعي رام سلوم. تفضل. الرفيق الطليعي رابط حمشو. الرفيق الطليعي وسام خويس. الرفيق الطليعي يود كحول. تفضل. الرفيق الطليعي سارة سلام. الرفيق الطليعي مايل عبد الله. الرفيق الطليعي حنين شهلة. أهلا وسهلا بكم يا أبطالي، جاهزون حتى نقدم درسا جميلا في مادة العربية لغتي؟ جاهزون. بداية سوف نستهل درسنا بمجموعة من الذكريات حول لغتنا العربية، لغتنا الأم. هل تحبون اللغة العربية؟ نعم. لدينا شريط ذكريات. من يذكرني بأقسام الكلمة في اللغة العربية؟ تفضلي يا مايا. فعل اسم حرف. أحسنتي. تفضلي يا سارة. فعل اسم حرف. ما رأيك يا رامز؟ ما أقسام الكلمة في اللغة العربية؟ فعل اسم حرف. أحسنت. تعالوا لنرى شريط الذكريات ماذا سوف يعرض لنا. أقسام الكلمة في اللغة العربية. فعل اسم حرف. أحسنت. فعل اسم حرف. أحسنت. أقسام الفعل يا صف ثاني، ما هي أقسام الفعل؟ من يذكرني بأقسام الفعل؟ الفعل ثلاثة أقسام. فعل ماضي، فعل مضارع، فعل الأمر. أحسنت. ما رأيك يا جود؟ كم نوع للفعل؟ فعل. أحسنت. ما هي أنواع الفعل؟ فعل. فعل مضارع، فعل ماض، فعل أمر. أحسنتم. أما بالنسبة لحركات الأفعال، من يذكرني بحركة الفعل الماضي؟ تفضلي يا حنين. الفعل الماضي حركته الفتحة. الفتحة. أحسنتي. أما حركة الفعل المضارع يا جوري؟ حركت فعل المضارع الضمة. أحسنتي، إجابة كاملة. أما حركة الفعل الأمري؟ الفعل الأمري السكون. أحسنتي يا رائع. للتمييز بين الفعل والاسم نستعين بصديقين وقد سبق وورد معنا ذكرهم في منهاج الصف الأول. من هما الصديقين الذين نستعين بهما؟ التعريف. تفضل يا جوري. التعريف والتنوين. التدوين. يا رائع. التعريف والتنوين. أحسنتم. نقوم باستقبال ضيف جديد. فلنشاهد هذا الفيديو يا أبطال. يبينا نتعرف على هذا الضيف. صاحبتي الطلبة، انظر، ضيفنا لهذا اليوم هو التعريف. التعريف. ما اسم ضيفنا؟ التعريف. هيا نتعرف على التعريف أكثر. التعريف. التعريف هي عبارة عن حرفين. إذن التعريف هي عبارة عن حرفين، حرف الألف هنا وحرف اللام. إذن التعريف هي عبارة عن حرفين ألف ولام. الآن أحبتي الطلبة، ما قصة التعريف؟ هيا أروي لكم قصة التعريف. التعريف تحب الأسماء فقط. إذن التعريف تحب الأسماء فقط. عندما تشاهد اسم تذهب وتتصل به. إذن التعريف تتصل مع الأسماء فقط. ماذا يحدث عندما تتصل التعريف مع الأسماء؟ التعريف تقوم بتحويل هذه الأسماء من أسماء نكرة غير معرفة إلى أسماء معرفة. تحولها من نكرة إلى معرفة، تعرف هذه الأسماء. إذن التعريف تعرف الأسماء عندما تتصل بها. الآن أصدقاؤنا أبطال الصف الثاني، هل توصلتم إلى عنوان الدرس؟ نعم. سوف يتحدث التعريف. أحسنت يا رائع. أيضا تعالي يا سارة، جود، وسام، قاموا بتجهيز مسرحية سوف يقدمونها.
حتى نتوصل إلى عنوان درسنا. فلنتابع المسرحية التي حضرها لنا أصدقاؤنا. فلنبدأ، تفضلوا. يلا يما تعالي والعب معي. تعالي والعب معي. أنا علو الصوت، علو الصوت. تعالي والعب معي. تعالي والعب معي. أنا علو التليفون. ماذا تسمعون؟ هل تسمعون هذه المشاجرة يا أطفال؟ نعم. تعالوا لنرى من هؤلاء. من أنتم يا أبطال؟ أنا حرف الباء. أريد أن تعرف أحسنت. ومن أنت؟ أنا حرف النون. أريد أن تلعب معي. ألف تعريف. تفضل. أنا ألف تعريف. أريد أن ألعب معك. أنت أسطورية. يا حسن نون، أخفض صوتك قليلا لنلعب قليلا. أحسنتم، لكن هل يجب أن نلعب وصوتنا مرتفع؟ لا، يجب أن نلعب ونحن صوتنا منخفض، أليس كذلك يا تاني؟ نعم. كيف أنهت ألو التعريف الخلاف بين حرف النون وحرف الباء برفع اليد؟ كيف أنهت الخلاف؟ تفضلي يا حنين. لعبت معهم هم الاثنين. أحسنتي. كيف أنهت الخلاف يا جوري؟ لعبت معهم هم الاثنين. أحسنتي. هل أعجبتكم المسرحية؟ نعم. لقد أحسنتم لأصدقائنا. واحد اثنان. أحسنتم. شكرا. تفضلوا. إذا توصلنا إلى عنوان درسنا يا أبطال. توصلنا إلى عنوان درسنا يا أبطال. نعم. ما هو عنوان درسنا؟ من سيذكرني به؟ التعريف. أحسنت يا رامز برفع اليد. ما هو عنوان درسنا يا مايا؟ التعريف. أحسنت يا رائعة. إذا عنوان درسنا جميعا بصوت واحد التعريف. هل أنتم جاهزون حتى نأخذ معلومات قيمة عن التعريف؟ نعم. هيا نبدأ. فلنشاهد هذا الفيديو. فلنشاهد هذا الفيديو حتى نتوصل إلى معلومات عن أل التعريف. عائلة تدعى بأل التعريف. سوف نتعرف إلى عائلة. رزقت هذه العائلة بتوأمين، أحدهما ولد واسمه قمر، والآخر أنثى واسمها شمس. عندما كبر الأخ وأخته قليلا وأصبح بإمكانهما اللعب، أحضر لهما الأب مجموعة ألعاب تسمى الحروف الهجائية. تحتوي هذه المجموعة على 28 حرفا، ولكن للأسف بدأت المشاكل بين شمس وقمر على مجموعة الألعاب، فكل واحد منهما يريد أن يحتفظ بكامل الحروف لنفسه. وعندما زادت المشاكل عن الحد، تدخل الأب وقسم الألعاب بينهما بالتساوي لكل واحد منهما 14 حرفا، وبذلك انتهى الخلاف بينهما إلى الأبد. كان قمر حاد الطبع مع الحروف التي يمتلكها، إذ كان يجبرها على إظهار صوت اللام عند قراءة الكلمة، مثل الباب، الكتاب، القلم. أما شمس فكانت لطيفة جدا مع الحروف، فلم تكن تجبرها على إظهار صوت اللام عند قراءة الكلمة، مثل الصوت، السيارة، الطبل.
هل استمتعتم بالمشاهدة؟ نعم. ما العائلة التي تحدث عنها الفيديو؟ عائلة التعريف. أنت وسام، ما العائلة التي تحدث عنها الفيديو يا مايا؟ التعريف. ما العائلة التي تحدث عنها؟ التعريف. أحسنتم. من هما الولدين اللذين أنجبتهما عائلة التعريف؟ قمر وشمس. قمر والشمس. ماذا حصل بين القمر والشمس؟ شجرة. خلاف. شجرة. أحسنتي. حول ماذا الخلاف؟ حول برفع اليد. حول الأحرف. حول الأحرف الأبجدية التي أحضرها لهما والدهما، صحيح؟ صحيح. كيف انتهى الخلاف؟ برفع اليد. تفضل يا حنين. قسم الأب الألعاب 14 حرف إلى 14 حرفاً. 14 حرفاً لشمس. أحسنتي. و14 حرفاً لقمر. أحسنتي يا رائعة. كيف حل الخلاف يا رام؟ قسم أبوه الألعاب 14 للقمر 14 للشمس. أحسنت يا رائع. الآن ما الكلمات التي وردت معنا في الفيديو؟ هل تذكرونها؟ تفضلي يا جوري. الباب. أحسنت. القلم. الكتاب. أيضا ورد معي كلمات. السيارة. الطبيب. الصوت. أحسنتم يا أبطال. هل نستطيع أن نعيش من دون عائلة؟ لا. العائلة هي الحب وهي الأمان، أليس كذلك؟ نعم. أحسنتم. الآن يا أبطال، بعد أن تعرفنا إلى هذا الفيديو، هل جاهزون أن تقسموا الأحرف بين الشمس والقمر كما فعل الأب؟ نعم. جاهزون؟ جاهزون. هيا نبدأ. تفضلوا مجموعة الذهب. جاهز. وأنتم مجموعة العباقرة، تفضلوا. قوموا بتوزيع الأحرف كما فعل الأب في الفيديو. ساعدوا. تفضل. أحسنتم. لنعمل معا ضمن مجموعات. أحسنتم. من المجموعة الأسرع؟ خلصنا. انتهيتم؟ نعم. من انتهى فليرفع المجسم. هناك حرفان. أحسنتم. هل أعجبتكم المجسمات؟ نعم. أحسنتم يا أبطال. فلنخفضها. شكرا لكم. شكرا يا ماما. شكرا. حطيها يا ماما. حطيها عندك. يلا. صفقة لمجموعة العباقرة لأنهم انتهوا أولا. أحسنت. 1 2. لا، العباقرة خلصوا قبل. قعد قعد قعد. صفقة لمجموعة العباقرة. 1 2. أحسنتم. أحسنتم. والآن بعد مشاهدتنا للفيديو، من يقرأ السؤال؟ تفضلي يا سارة. أصنف الكلمات الآتية. شمسية. شمسية أو قمرية. أحسنتي. الأحرف. الأحرف الذي يلي التعريف حسب ما ورد في الفيديو. شكرا لك يا سارة. جاهزون لتصنيف هذه الكلمات؟ جاهزون. نظرة على الكلمات. فلنأخذ ردا على الكلمات. النجمة. لا تقرأي. النجوم. هيا. كلمة النجمة.
ما رأيك يا رامز؟ هل هي شمسية أم قمرية؟ شمسية. لنرى كلمة النجمة قمرية. أحسنت. الدنيا ما رأيك يا جوري، شمسية أم قمرية؟ شمسية. أحسنت يا رائعة. كلمة يا حنين الغالية، شمسية أم قمرية؟ قمرية. أحسنت. طبعا نصنف تبعا للأحرف التي وردت في الفيديو، الأحرف التي تلي للتعريف. حرف الغين ورد مع القمر، أليس كذلك؟ نعم. أما حرف الدال ورد مع الشمس. أما حرف النون ورد مع الشمس. أحسنتم. فلنتابع. فكروا، حرف الضاد ورد مع من يخبرني؟ القمر. برفع اليد. تفضل يا جود. الضحك، هل هي شمسية أم قمرية؟ قمرية. الضحك، حرف الضاد ورد مع شمسية. شمس. يا رائع، فلنرى. الضحك مع الشمس. أما حرف العين ورد مع، تفضل يا رام. لام القمرية. فلنرى. أحسنت يا رائع. العافية، من يقرأ هذه الكلمة؟ العافية. أحسنتم. أما هنا النور، حرف النون، النون شمسية أم قمرية؟ شمسية. برفع اليد يا وسام، تفضل. شمسية. أحسنت يا رائع، وظهرت لنا كلمة النور. كلمة الفرح، تفضل يا مايا. قمرية. فلنرى. أحسنت. إذا حرف الفاء حرف شمسي أم قمري؟ قمري. قمري. الخيال، آخر كلمة، تفضل يا حنين. قمرية. حرف الخاء حرف قمري أم شمسي؟ قمرية. أحسنتم يا أبطال. هل أعجبكم الفيديو والأسئلة حوله؟ نعم. أحسنتم. تفضلوا يا مجموعة العباقرة، فلنقرأ الأحرف مع التعريف. يعني أقول التاء، هذه الأحرف تتبع للشمس وهي أحرف شمسية. تفضلوا جميعنا سويا مجموعة العباقرة. التاء، التاء، الدال، الذال، الراء، الزاي. أحسنت. السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الضاد، الألام، النون. تفضلوا يا مجموعة الذهب، جاهزون؟ جاهزون. الألف، ألف، الباء، الجيم، الحاء، الخاء، العين، الغين، الفاء، والنون، القاف، الكاف، الميم، الهاء، الواو، الياء. أحسنتم. من كم حرف تتكون لغتنا العربية؟ برفع اليد. تفضل يا حنين. 28. 28 حرفا. كم حرفا أخذت يا رامز الشمس؟ 14 حرف. 14. 14 حرفا. يا رائع. جود، كم حرفا أخذ القمر؟ 4 حرف. 14. 14 حرفا. أحسنت يا رائع. مجموع 14 زائد 14 يساوي 28 حرفا. هل قسم الأب بعدل الأحرف بين الشمس والقمر؟ نعم. إذن العدل أساس الحياة، أليس كذلك؟ نعم. أحسنتم. الآن تابعوا معي هذا الفيديو حتى نتعرف إلى خصائص التعريف. جاهزون؟ نعم. اللام الشمسية التعريف تكتب ولا تنطق، مثل كلمة الشمس تكتب ولا لا تنطق. الشمس. اللام القمرية تكتب وتنطق، مثل كلمة القمر تكتب وتنطق. اللام الشمسية لا يوجد عليها أي حركة، مثل كلمة الدراجة. اللام القمرية لا يوجد عليها سكون، الكتاب. انظروا حرف اللام عليه سكون. رائعون. هل انتبهتم للكلمات التي وردت؟ نعم. هل انتبهتم للخصائص؟ نعم. خصائص التعريف الشمسية وخصائص التعريف القمرية؟ نعم. الآن عليه سكون.
سوف أوزع هذه البطاقات عليكم. أسئلة حول الفيديو الذي شاهدتموه. انتظري يا جوري، لا تقوموا بالحل. فكر يا تاني بالسؤال الموجود على البطاقة أمامك. زاور. أحسنتم. شارك. أحسنتم أبطال. تفضلي يا جوري واقرأي لنا السؤال الموجود على بطاقتك. تكتب ولا تلفظ. ما هي تكتب ولا تلفظ؟ ما هي؟ القمر. القمرية. القمرية تكتب ولا تلفظ. ما رأيكم يا تاني؟ لا لا تكتب وتلفظ. أريني. أحسنتي، القمرية إجابة صحيحة. تفضل يا رام اقرأ لنا السؤال. تكتب ولا تنطق. ما هي تكتب ولا تنطق؟ الشمس. أحسنت، للتعريف الشمسية مثل كلمة الشمس. رائع. تفضل يا رامز. الشدة تدل على للتعريف. للتعريف أيها منهما، الشمسية أم القمرية؟ الشدة أو التضعيف يرافق للتعريف الشمسية أم القمرية حسب ما ورد في الفيديو؟ الشمسية. أحسنت يا رائع، إجابة صحيحة. تفضل يا وسام. لا يوجد عليها حركة. من هي التي لا يوجد عليها حركة؟ أحسنت يا رائع، بعدها تكون الحركة. تفضل يا جور. الحرف الذي بعدها مشدد الشمسية. أحسنت يا رائع، التعريف الحرف. تفضل يا سارة. الحرف الذي بعده حرف متحرك. متحرك. ما هو؟ ما هي التي يكون بعدها الحرف متحرك؟ التعريف الشمسية أم القمرية؟ القمرية. القمرية. بعدها تضعيف الشمسية. أحسنتي. تفضلي يا مايا. يكون عليها سكون. القلم. أحسنتي، مثال كلمة القلم. تفضلي يا حنين. السكون يدل على التعريف القمرية. أحسنتي يا رائعة، شكرا لكم يا أبطال. أعطني البطاقات. شكرا. حتى أتأكد من الكتابة. تفضلي. أحسنتم. شكرا يا وسام. أعطني يا سارة. ما زلت تكتبين؟ شكرا يا أبطال. إذن يا تاني، التضعيف يرافق من؟ التعريف الشمسية أم القمرية؟ الشمسية. الشمسية. والسكون يرافق من؟ القمرية. أحسنتم. من منهما برفع اليد، من منهما تكتب ولا تلفظ؟ ولا تلفظ. تفضل يا وسام. اللام الشمسية. أحسنت، من منهما تكتب وتلفظ؟ تفضل يا رام. اللام القمرية. للتعريف القمرية. أحسنتم يا جوري، للتعريف القمرية يكون عليها سكون. يا مايا، للتعريف الشمسية يكون على الحرف الذي يليها شدة. أحسنتي، أو ما هو الاسم الثاني للشدة؟ الطد. التضعيف. الآن لدينا هذه البالونات. تفضلوا أنتم الأربعة. تفضلوا. رام. رامز. تفضلي يا جوري. تفضل يا وسام. مكتوب لدينا عدة كلمات، ثلاثة منها شمسية وواحدة قمرية. أشر إلى القمرية وقم بتفريغ البالون من الهواء. ابحث. تفضلوا أنتم المجموعة أيضا. المدرسة. أحسنت يا رائع، أحسنتم، شكرا. عودوا إلى أماكنكم. تفضلوا، هنا لدينا ثلاث كلمات قمرية وواحدة شمسية. ابحثوا، شاوري أصدقائك. اقرأيها، ما هي الكلمة كانت؟ النجوم. أحسنت يا رائعة، تعالوا واقرأوا هذه الكلمات المتبقية. سارة. القمر. القلم. أحسنت، تفضل يا مايا. الكتاب. تفضل يا حنين. البيت. جود، ما هذه الكلمة؟ البيت.
شكرا لك. جوري اقرأي هذه الكلمة. الربيع. أحسنتي، ليس الربيع، الربيع. أحسنتي، اقرأ هذه الكلمة. الصف. أحسنت يا رائع، اقرأ هذه الكلمة. هذه الشتاء. أحسنت يا رائع، اقرأ هذه الكلمة. الصف. أحسنت، إنكم تقرؤون قراءة جميلة. اللي فقعناها سألتين عنها. سألتك عنها يا ماما. لا، اللي فقعناها. شو هي اللي فقعناها؟ المدرسة. وما هي الكلمة التي فقعناها؟ هنا قمنا بتفريغ البالون. النجوم. أحسنت يا رائع، النجوم. النجوم. الآن انظروا إلى الشاشة أمامكم، هل ترون هذا الكف؟ نعم. ما عدد الأصابع في يدنا؟ خمسة. وفي اليدين معا؟ خمسة. عشرة. عشرة. تفضلوا. شكرا. هذه الكفوف موجود عليها أسئلة. لا تكتبي، لا ما تكتبي. لا تبدأي بالكتابة. فلنقرأ صيغة السؤال يا حنين عن السبورة، تفضلي. أدخل التعريف على الكلمات الآتية مع إجراء التغيير المناسب. شكرا لك، قراءة جميلة. قرأي الكلمات يا جوري. سرير، عش، بيت، طفل، دنيا، دنيا. أحسنت يا رائعة. الآن ابدأ بحل هذه الكلمات على الكف، حولها وأدخل لها التعريف، وقم بإجراء التغيير المناسب، إما سكون أو تضعيف. هل يجتمعان التعريف والتنوين يا تاني؟ لا. عندما يدخل التعريف تدخل على الكلمة، ماذا يحدث للتنوين برفع اليد؟ ماذا يحدث للتنوين يا تاني؟ تفضل يا جوري. نشيلها. نشيلها. تصبح ضمة. تصبح ضمة أو واحدة. أحسنت يا رائع. من انتهى من الحل؟ أحسنتم، أداء جميل. أحسنت يا جود، رائع، بطل. ضعيها أمامك. أحسنت يا مايا. خلصت جود. أحسنت حنين. أحسنت يا رائع. بقي رامز وجوري. ننتظرهم. أحسنتي. انتهينا؟ هيا يا رامز، تبادل الأقران يا تاني. تبادل الأقران. قوموا بتصحيح الإجابات، لكن بداية انظروا إلى الإجابات الصحيحة. هنا يا سارة، انظروا إلى الإجابات الصحيحة. كلمة سرير، من يجيب؟ كيف أصبحت؟ السرير. انتظروا قليلا. كلمة سرير أصبحت السرير. كلمة عش. العش. أحسنتم. كلمة بيت. البيت. كلمة طفل. الطفل. كلمة دنيا. الدنيا. قارنوا إجابات أصدقائكم بالإجابات الموجودة هنا. ضعوا إشارة صح. أحسنت. أحسنت يا جود، العمل السريع من جود. أحسنت يا رائع. إجابات سارة جميعها صحيحة. أحسنت يا سارة، إجابات جود جميعها صحيحة. رائع يا جود، جميعها صحيحة إجابات جود. الدنيا صحيحة.
أحسنت يا جول. إجابات رامز؟ صحيحة. صحيحة، أحسنت يا رامز. إجابات؟ رامز. صحيحة، أحسنت يا رائع، برافو وسام. إجابات؟ رام؟ تبادل أقران؟ لم تبدلوا؟ تفضل. تبدلنا. أرجوكي أخذتها. أحسنتي؟ أحسنت يا رامز؟ أحسنتي يا جوري، رائعة. اجلسي يا جوري على الكرسي. حنين؟ إجابات مايا صحيحة؟ نعم. أحسنتي. إجابات حنين صحيحة يا مايا؟ نعم. أحسنتم، إذا لا يوجد لدينا ولا إجابة خاطئة. صفقة أحسنتم لنا جميعا، واحد اثنان. أحسنتم. أحسنتم يا أبطال. ثاني، هل تعرفون كيف صممنا هذا الفيديو؟ ما هو الجهاز الذي استخدمناه؟ الحاسوب. أحسنتم. هل تذكرون أغنية الحاسوب في الصف الأول؟ نعم. تعالوا لنغنيها، ما رأيكم؟ نعم. تعالوا إلي. هل تذكرون منهاج الصف الأول؟ نعم. هيا يا رام. رامز. يا. واحد اثنان. عندي. عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر، بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة، وحاسوب الرائع فيه علم ومنافع. شكرا يا أبطال، نتمنى أن نكون قدمنا الفائدة المرجوة من درسنا. انتظروا قليلا، نتمنى أن نكون قد قدمنا الفائدة المرجوة من درسنا أنا وأبطالي، أبطال الصف الثاني. حبك؟ يا حبك. أحسنتم، شكرا لكم، قولوا إلى اللقاء.